بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. محظورات الإحرام معناها المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام، وكانت قبله مباحة، وإنما حرمت بسبب الإحرام، ولذلك أضيفت إليه. نعم. قال رحمه الله: وهي تسعة. نعم. وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة أنواع، وذلك باستقراء الأدلة. نعم. حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو المحظور الأول يحرم على المحرم حلق شعره، سواء شعر رأسه أو غيره من سائر شعور جسمه، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيلة، وكذلك إزالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما. ومثل حلق الشعر تقليم الأظافر، فالمحرم لا يقلم أظافره ما دام محرما، لأن هذا مثل حلق الشعر، بجامع أن كل منهما يراد للترفه. لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره، أو انكسر ظفره وسقط منه شيء بغير اختياره، فإن هذا لا حرج فيه. نعم. قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق بفعله واختياره ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار، فإنه يجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويكون الإطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم، أما الصيام فإنه يجزئ في كل مكان، وذلك لقوله سبحانه: فمن كان به أذى من رأسه، يعني فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه بسبب المرض، قال له: انسك شاة أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. نعم.
قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. نعم، كذلك يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم، وكذلك الصحابة كانوا يكشفون رؤوسهم، وقال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، هذا دليل على أن رأس المحرم لا يغطى سواء كان حيا أو ميتا. نعم. وإن لبس ذكر مخيطا فداء. إذا لبس ذكر مخيطا على جسمه أو على شيء من أعضائه فإنه يفدي، والفدية مثل فدية الأذى، مخير فيها بين ثلاثة الأمور: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه من المخيطات ولبس إزارا ورداء. نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. كذلك يحرم على المحرم التطيب بأي أنواع الطيب، سواء كان سائلا أو بخورا أو غير ذلك أو ضرورا، كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأيضا المحرم الذي مات في حالة إحرامه لما وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا، فدل على أن المحرم لا يتطيب بعد نية الإحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا، فإن تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. مما يحرم على المحرم أيضا قتل الصيد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم ما دام محرما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فما دام الإنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يصطاد إلا بعد حله من الإحرام، قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيش في البر، الصيد المتوحش الذي أصله أنه يعيش في البر من الظبا والطيور والأرانب وغير ذلك. أما لو كان حيوانا أهليا كالبقر والغنم والإبل ثم استوحش ونفر من الناس فهذا لا يحرم قتله وصيده في حالة الإحرام لأنه ليس بصيد أصلي. نعم. قال: ولو تولد منه ومن غيره. ولو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من حيوانات الأهلية، من الحيوانات الأهلية تغليبا لجانب الحظر،
نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر. الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس، فهذا لا يحرم ذبحه وأكل لحمه، وكذلك صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر لا يحرم على المحرم، يجوز للمحرم أن يصطاد من البحر من الحيتان والسمك غير ذلك مما لا يعيش إلا في البحر، هذا لا يحرم على المحرم، وإنما الذي يحرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمفهومه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم. نعم. قال ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. لا يحرم قتل ما يحرم أكله وليس فيه فدية من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم أكله، ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والأسود وغير ذلك مما يحرم أكله، لأنه ليس بصيد، والله تعالى إنما حرم على المحرم صيد البر، وهذا ليس بصيد. نعم. ولا الصائل. ولا صيد البر الصائل الذي يصول على الإنسان ليؤذيه ويأكله أو ليأكل شيئا من متاعه، فهذا يقتل دفعا لأذاه وليس فيه فدية، ولو يقتله المحرم دفعا لأذاه عنه ولو كان محرما. نعم. ويحرم عقد كاحن ولا يصح. من محظورات الإحرام عقد النكاح، وهو الإيجاب والقبول، فلا يجوز للمحرم أن يزوج موليته ويعقد لها على أحد، سواء كان هذا الأحد الذي يعقد لها عليه الذي يعقد له عليها سواء كان محرما أو حلالا، فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يزوج ولا يتزوج لا لنفسه ولا بالوكالة ما دام محرما، فإن عقد النكاح وهو محرم أو عقد له النكاح وهو محرم، أو كانت المرأة محرمة التي يعقد عليها، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا. نعم. قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. ولا يصح يعني يعتبر باطلا لأنه عقد غير شرعي، لكن لا فدية فيه لأن الله لم يوجب فيه فدية، لكن يحرم ويأثم عليه، ويكون العقد غير صحيح ولا تحل به المرأة، فلا بد من إعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح. نعم. وتصح الرجعة، لأن الرجعة ليست بنكاح، وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث ثم أراد أن يراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك، لأن الرجعة ليست بنكاح وإنما هي استدامة للنكاح. نعم. يراجعها بالقول يا شيخ؟ نعم بالقول، ويشهد على ذلك أنه راجع زوجه، لا بأس بذلك لأن هذا ليس بعقد. نعم. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه. من محظورات الإحرام الجماع، فإذا جامع المحرم فسد نسكه إن كان هذا قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، هذا هو التحلل الأول. والتحلل الثاني إذا أضاف إلى هذين الاثنين الطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده إذا كان عليه سعي، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل، ولا بأس أن يعقد النكاح ولا بأس أن يطأ زوجته. أما إذا فعل اثنين فقط
إذا فعل اثنين فقط من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو رمى وطاف فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يباح له محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا عقد النكاح وما عدا الجماع. فلو جامع قبل التحلل، لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يفسد حجه، فإنه يفسد حجه ويلزمه أن يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله، ثم عليه فدية وهي ذبح بدنه أو سبع أو بقرة أو سبع من الشياه يذبحها عن جماعه، يعني يذبح بدنه الذي ورد أنه يذبح بدنه يعني بعيرا. وعليه أمر ثالث وهو أن يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي أحرم منه في العام الأول، ثم يأتي بحجة قضاء للحجة الفاسدة، فيترتب على الجماع في الحج من المحرم ترتب عليه ثلاثة أمور: أولا فساد نسكه الذي هو فيه، ثانيا المضي فيه وإكماله، ثالثا ذبح الفدية وهي البدنة، رابعا عليه القضاء من العام القادم قضاء الحج. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه. نعم، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، كما لو جامع قبل رمي الجمرة أو جامع بعد رمي الجمرة وقبل الحلق، هذا قبل التحلل الأول، هذا يفسد نسكه. أما إذا جامع بعد التحلل الأول بأن فعل اثنين من ثلاثة ثم جامع بعدما رمى وحلق مثلا، هذا لا يفسد نسكه ولكن يكون عليه فدية وهي ذبح بدنه. نعم. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. تحرم المباشرة وهي ملامسة المرأة بشهوة، لأن يمسها بشهوة، فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لم يفسد حجه، لكن يكون عليه فدية عن الإنزال الذي حصل منه. نعم. لكن يحرم من الحل. قال وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. وعليه بدنه مثل المجامع، لكن يختلف عن المجامع بأنه لا يفسد حجه ولا يلزمه القضاء من ثاني عام. نعم. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذا من باب الاستحسان والأفضلية، أنه إذا لم يفسد حجه فإنه كما سبق عليه الفدية، ويستحب أو يستحسن أن يذهب إلى الميقات ويحرم من أجل أن يطوف طواف الحج وهو محرم، من أجل أن يطوف طواف الحج وهو محرم. أما لو لم يفعل هذا وطاف من غير إحرام فعمله هذا صحيح. نعم. قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. لما فرغ من ذكر محظورات الإحرام بالنسبة للرجل قال: والمرأة مثل الرجل، يعني تحرم عليها هذه الأشياء، يحرم عليها أخذ الشعر وقص الظفر، ويحرم عليها مس الطيب، ويحرم عليها قتل الصيد، ويحرم عليها الاستمتاع بشهوة من زوجها، كل هذا يحرم على المرأة مثل ما يحرم على الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس المخيطات ولا تغير، لا يلزمها أن تغير ملابسها، بل تحرم بما شاءت من الملابس، إلا أنها تتجنب شيئين من اللباس: الأول البرقع ومثله النقاب، أو النقاب ومثله البرقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما تلبسه المرأة
قال لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب وهو الغطاء الذي يكون على الوجه وتبرز منه العينان، يكون مفتوحا للعينين ومثله البرقع تماما، لكن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع، تغطيه بالشيلة التي أو الخمار الذي على رأسها أو بثوبها إذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها. لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة، لا يحرم عليها تغطية وجهها، بل يجب عليها تغطيته عن الرجال، وإنما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط، مخيط للوجه كالبرقع والنقاب. هذا الشيء الأول مما يحرم على المرأة من اللباس. الشيء الثاني القفازان، وهما شراريب اليدين، فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة، وتغطي كفيها بثوبها أو بعباءتها عن الرجال. نعم. قال: وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. تغطية وجهها هذا غير صحيح، لا تجتنب، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال، وإنما يحرم عليها تغطيته بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، البرقع أو النقاب. وكذلك لا تغطي كفيها بالقفازين، وهما الشراريب المخيطة أو المنسوجة على قدر الكفين. أما تغطية كفيها بثوبها أو عباءتها عن الرجال فهذا أمر واجب لأنهما عورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويباح لها التحلي. يباح للمحرمة أن تلبس الحلي، لكن لا تظهره للرجال، بل تغطيه عنهم بثوبها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، بل تغطيه لأنه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفدية. الفدية نعم هي ما يكون من النسك، ما يكون من ذبح النسك، سواء كان هذا الذبح من أجل التمتع أو القران، أو كان عن فعل واجب، عن فعل محظور أو ترك واجب. فالفدية على قسمين: فدية التمتع، هذا من أجل النسك، والقسم الثاني فدية الجبران، وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. هذا يسمى جبرانا لأنه كفارة، ولأنه يجبر النقص الذي حصل. نعم. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. نعم، هذه فدية الجبران، وهي ما كان عن فعل محظور، فإذا حلق رأسه فإنه تجب عليه الفدية، إما بذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، وإما بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع على الصحيح وهو 1.5 كيلو، وإما بصيام 3 أيام. ويقاس على حلق الرأس ما كان بمعنى من قص الأظافر، وما كان من الطيب، وما كان من تغطية الرأس، لأن هذه
تراد للترفه مثل ما يراد الحلق للترفه، فتأخذ حكم حلق الرأس، فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الأمور. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.